مرحب بيك كابتن عبد الحميد حسن وكل مشاهدي قناه النادي الاهلي. لسه مكملين في يوم نظام اللائحه الاساسيه التصويت عليها من داخل فرع نادي الاهلي بالجزيره. اكيد هيكون معانا نجوم كثيره جدا علشان ناخد رايهم ونسالهم عن اليوم، وان شاء الله يعني ربنا يختمه بان الجمعيه العموميه يتم الاعتماد اللائحه بالنصاب القانوني. واكيد معنا واحد من نجوم مصر والنادي الاهلي اللي هناخد رايه في اليوم التاريخي الخاص باللائحه، ايضا كمان هنساله على اخبار كره القدم واستعدادات النادي الاهلي في مباراته المقبله القادمه في افريقيا. كابتن مصر والنادي الاهلي كابتن زكريا نصر. كابتن زكريا برحب بحضرتك. اهلا بك يا عمر وتحياتي الميد وكل جماهير الاهلي. طبعا كابتن زكريا حضرتك يعني واحد من اوائل الناس اللي كنت موجوده في التصويت على لائحه النظام الاساسي. اكيد طبعا يوم منظم، يوم زي ما حضرتك شايف الاعضاء متواجدين فيه بكثافه. راي حضرتك في التنظيم، وان شاء الله يعني اكيد الجمعيه العموميه هتعدي، فعايز اعرف راي حضرتك في اليوم الخاص بلائحه النظام الاساسي. هو يوم تاريخي لعيله الاهلي النهارده، لان الاعضاء بتقرر مستقبل اولادها واحفادها. الاعضاء عارفه ان ده حق مكتسب وواجب عليهم في نفس الوقت. الحقيقه مجلس الاداره عمل خطوه مهمه قوي ان الاعضاء يشاركوا في وضع اللائحه، وده من خلال ورش العمل اللي اتعملت، ويمكن انا كنت حاضر ورشه العمل الخاصه بالرياضيين. اهم سمه كانت واضحه قوي يا عمر هي الاختلاف مش الاتفاق، ودي ظاهره صحيه جدا ان احنا كنا بنقول راينا في بعض المواد، بنعدل في بعض المواد، بنضيف بعض المواد، وده منتهى الديمقراطيه. عشان كده اليوم ده بنقول عليه يوم تاريخي لعيله الاهلي، لان النهارده نقدر نقول ان الاهلي بيتفرد وبيدي مثل ونموذج هو من الصعب تقليده بصراحة، عشان بس أكون واضح، من الصعب تقليد أسلوب النادي الأهلي وموروثاته اللي احنا بنتعلمها وبنحاول نعلمها لشبابنا وولادنا. الجمعية الأعضاء قرروا بالموافقة على اللائحة، حتى لو في اختلاف زي ما بقولك في بعض المواد، لأن استحالة أكثر من 100 وحاجة ألف عضو هيتفقوا على اللائحة، لازم يبقى في اختلاف وده طبيعي، إنما الأغلبية قررت واحترام للأغلبية في قرارها إن الموافقة على اللائحة بصرف النظر عن الاعتراض على بعض البنود، إنما اتفقنا على إن ده مستقبل النادي ولازم الكل يشارك فيه، وبالتالي المرأة شاركت والشاب شارك والرياضيين والاقتصاديين، كل شرائح النادي شاركت في وضع دستور مستقبل النادي الأهلي. يعني ما ينفعش حضرتك تكون موجود معايا وما اتكلمش مع حضرتك على مباراة النادي الأهلي القادمة في بطولة أفريقيا، فوز مهم جدا للنادي الأهلي امبارح في البطولة العربية، استعداد للمباراة القادمة في أفريقيا أو مباراة في القاهرة، المباراة الثانية هتكون في الجزائر، شايف فرص النادي الأهلي ازاي في البطولة الأفريقية كابتن زكريا؟ كل ثقة في الجهاز الفني واللعيبة، قدرهم كده وقدر النادي الأهلي التحديات والأزمات وتلعب في اكتر من بطوله في وقت واحد. لسه الاهلي ما خلص ماتش النجم اللبناني بفوز مريح جدا 4-1، يروح لافريقيا وبعدها يكمل الدوري العام وبعدين كاس مصر، هو ده قدر النادي الاهلي. التحديات كتير والمسؤوليه كبيره، لكن الحقيقه كل من ينتمي للنادي الاهلي بيبقى عارف دوره، بيبقى عارف مسؤولياته. على المستوى الفني مش قلقان خالص، لان انا كنت عارف ان المستوى الفني هيجي مع الوقت. كارتيرون دلوقتي بنتكلم في كل المباريات اللي لعبها تقريبا 11 مباراه او اكتر بدون هزيمه، وتعادل في عدد قليل، والفوز في تقريبا مباريات كتيره. ده خطوه مهمه، لان انت عارف يا عمر لما بتحقق الفوز بيبقى فيه هدوء، في ثقه، مشاركه اللعيبه مش قلقان على مشاركه اللعيبة. انا عارف الجماهير دايما بتبقى عايزه تشوف اللعيبه كلها، بدأنا نشوف لعيبة، يعني بدأنا نشوف أكرم توفيق، بدأنا نشوف محمد شريف، صلاح محسن بدأ ياخد وضعه ويشارك. الحقيقة ما فيش قلق على النادي الأهلي. ماتش جاي ماتش مهم، لأن ده أمل وحلم لجماهير الأهلي إن احنا نستعيد كأس أفريقيا ونرجعه تاني دولاب النادي. وأفكرك كارتيرون لما كان بيبص على الدولاب شاور على كأس أفريقيا، لأنه عارف إن الجماهير عايزة ده.
الكلمة اللي ممكن تكون أخيرة في الموضوع هي للجماهير. دايما احنا عارفين ان انتوا بتلعبوا قبل ما الفريق يسخن وبتخلصوا لعب بعد ما الفريق يخلص الماتش، هو ده دوركم، لان انتوا الوسيلة والهدف، انتوا الوسيلة اللي اللعيبة بتتشجع وبتتحمس بيكو، والهدف هو اسعادكم، فبالتالي المسؤولية كبيرة عليكم انكم شركاء في نجاح النادي الاهلي في انجازاته. وافكركم ان انتوا خدتوا احسن جمهور 2005 في افريقيا، فلازم تعيدوا ده، لازم تبينوا ده، لازم تثبتوا ده ان انتوا شركاء في الانجازات، وبالتالي مسؤولين زيكم زي الجهاز الفني زي اللعيبة. كابتن زكريا بشكرك شكرا جزيلا على وجود حضرتك معايا وكمان مشاركة حضرتك في يوم تاريخي للنادي الاهلي. كابتن عبد الحميد حسن كان معانا كابتن زكريا ناصف نجم مصر ونجم النادي الاهلي، وخدنا رايه في يوم التاريخي الخاص بالنادي الاهلي الخاص بلائحه النظام الاساسي، وكمان اخذنا رايه في مباراه النادي الاهلي الافريقيه القادمه ان شاء الله. كل التوفيق للنادي الاهلي، اكيد هنكون معانا مزيد من اللقاءات، لكن دلوقتي هنعود الى حضرتك في الاستوديو وهنكمل مع حضرتك في وقت تاني.